answer. Yasser Al-Kahtani from Saudi Arabia. Congratulations. حلو يلا بيقولوا له ده اللي علينا. صدى الملعب استقبل قبل شوي افضل لاعب في اسيا قبل دخوله الى الاستوديو طبعا من خلال زميلنا المشاكس دائما ماجد تويجري. شوفوا شو عمل له وعمل كيكه وما عزمنا، خلينا نشوف. ما شاء الله هذا الكاس حلو صراحه. الله يبارك فيك هالايام. انا كان ودي ان انا اكون معك في سيدني بس الظروف ما ساعدتنا، عارف كنا في مصر وبعدين الوقت كان قصير. لا زي ما يقولون القلوب عند بعض دائما، ويعني مباركتكم هذا اكبر تشريف صراحه. حلو تفضل الاستديو. توكل معنا. احنا في الام بي اي كنا او تحديدا في صدى الملعب كنا احتفلنا في هالسنه في مرور سنه والآن نحتفل فيك يسعدنا. هذه شيء بسيط ياسر، نعرف انه ابدا ما يشكل يعني شيء، بس انه على الاقل كضيف عندنا نحتفل فيك ونحتفل بتحقيقك افضل لاعب في اسيا. الله يبارك. تفضل. تفضل. ما ادري اقص وجهي ولا عاد سوي اللي تبيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا خلاص؟ كذا قصيناها. يعطيك الف عافيه. وما عزمتونا وياسر كمان على عرسك ما عزمتنا. ها لا توصلكم الدعوات وين بعد شو بعد العرس ياسر؟ لا حبايبنا فعليك. طيب على ذكر العرس يعني عندي الشاشه ولعت الحقيقه 90% منها يعني بنات سيدات، فشو سبب انه البنات بالعاده ما بيحبوا كره القدم؟ شو سبب انه يعني كثير عم بوجهوا لك اسئله؟ والله اكيد المتابعه لك انت يا استاذ مصطفى مو ياسر. ياسر تهرب منا للجواب ها؟ الحقيقه ياسر الحمد لله رب العالمين. نعم. اولا انا صراحه اعتز بكل معجب او معجب لياسر القحطاني. نعم. لانه في اطار كره القدم وهذا حق مشروع يعني لاي شخص. صحيح، وبنقول لك ان شاء الله الف مبروك، زواج مبارك ان شاء الله. انا الحقيقه ما كنت انوي الخوض في هذا الموضوع لانه الجائزه حسمت، لكن لابد من ان اطرح وجهه النظر الاخرى. اول امس تحديدا صرح قائد المنتخب العراقي يونس محمود لصحيفه الملعب العراقيه ان الجائزه سلبت منه بفعل فاعل. اليوم اثير جدل جديد، نسمع اولا رد فعل عراقي عبر حسين سعيد رئيس الاتحاد ونشأة أكرم اللي أعلنت عنه مطبوعة زميلي أنه هو أفضل لاعب في آسيا يوم الأربعاء الماضي، نسمع سوا. فوز ياسر في نظرك هو مفاجأة يعني نتيجة متوقعة؟ لا مفاجأة على شو، ياسر لاعب كبير وكابتن المنتخب السعودي، مو سهلة أنه إذا كابتن المنتخب. متوقع فوز ياسر؟ متوقع أي واحد كان ياخذ من الثلاثة. من الثلاثة متوقع أي واحد، حتى الرابع اللي طلع كان يستحق انه ياخذ افضل لاعب في اسيا، حتى اللاعبين اللي كانوا مرشحين بوجهه نظري انه كلهم كانوا جيدين، لكن انه تبقى تقييم. هل تعتقد ان هذا الترتيب عادل؟ والله هي معايير موجوده، تعرف العراق كبطل اسيا اخذ افضل بطل بالعراق، اما بالنسبه للاعبين فهي هناك معايير موجوده على الاتحاد الاسيوي وضعها، وهذه المعايير تعتمد على مشاركاته و فوزه بكاس العالم او افضل لاعب في مباراه كاس العالم وانديه اسيا وكاس اسيا. احنا فخورين بانه اللاعبين ثلاثه لاعبين عرب، وفخورين بانه من ضمن ثلاثه لاعبين عراقيين هم كان عماد المنتخب الوطني العراقي. واسال مباشره ياسر، هل ازعجك كل هذا الكلام عن يستحق لا تستحق الجائزه؟ والله انا من البدايه يعني تكلمت وصرحت يعني من قبل لا اروح يعني الى سيدني بانه الموضوع اصلا بحد ذاته هو تشريف، كونك تصبح من افضل ثلاثه لاعبين في قاره اسيا، هذا امر مشرف بالنسبه لياسر او للاعب. ياسر سؤالي كان هل ازعجك كثر الجدل عن الموضوع؟ هذا امر وارد، وعلى مقوله اتفق العرب على الا يتفقوا. طب انت بنفسك بداخلك تشعر ان الجائزه ذهبت لمستحقها، او لو ما ذهبت مثل ما صار المره الماضيه عندما لم تعطى للشلهوب وكانت لخلفان وقبلها كان في حديث عن الجائزه، هل الان المعايير هي انصفتك؟
أم لعبت لصالحك المعايير؟ صعب أخوي مصطفى، صعب أن الشخص يتحدث عن نفسه، ما في أي شخص يعني يظن في نفسه أو في قرارة نفسه أنه لا يستحق شيء، لكن أنا أحب أن أقول أو أتكلم أنه التشريف والتكريم اللي أنا وجدته سواء من الإعلام أو من الجماهير أو من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، هذا بحد ذاته أنساني ونساني كل ما يدور حول حقية الجائزة أو استحقاقها أو ما إلى ذلك. طيب مفاجأة ياسر عاد خبيت لك إياها، تحدث مع المدرب اللي كثرت مفاجآتكم اليوم الله يستر. المدرب اللي اكتشفك وغامر فيك كأساسي في المنتخب السعودي وهو الهولندي فاندرليم، اللي أنكر أنه هو من اكتشف القحطاني وقال بأنه تعرض للضغوط حينما أشركك في التشكيلة، أما كيف ولماذا فالجواب مع فاندرليم. Well, I must say I was not really the one who discovered Yasser. لست أنا من اكتشف ياسر، إنما الأمير تركي بن خالد هو الذي أرشدني إليه. شاهدته ورأيت فيه لاعبا واعدا للسعودية، وأعتقد بأن عمره 18 أو 19 عاما آنذاك، لكنني واجهت رفضا من البعض لأن الجميع كانوا يتحدثون فقط عن سامي الجابر والذي كان لاعبا رائعا، ولكنه بدأ يتقدم بالعمر وأنا أردت بناء فريق جديد مع ياسر وغيره. لا أشعر طبعا بالندم لأنني اخترته، فهو لاعب يريد العمل بجهد على مستواه وله نظرة إيجابية مع المدربين، هو مثابر في منطقة 16 وقد شكل شخصية خاصة به وبات يقدر زملائه وتعاونهم معهم، وأنا فخور به. وإن كان يعتقد بأن لي فضل بذلك فأنا أقول له الفضل يرجع لك يا ياسر ولعملك. هذه الجائزة أنا فخور بها وقد تفتح أمامه آفاق الاحتراف في أوروبا إن كان مهتما بذلك، وهو مؤهل للاحتراف، وأنا أشكره على دعوته لي لحضور زفافه في الرياض الصيف المقبل. ياسر شو بتقول لفاندرليم وشو بتقول عن فاندرليم؟ والله أنا فاندرليم أولا أنا يعني أحبك كشخص قبل يكون مدرب، نعم. وبالعكس يعني أولا الفضل لرب العالمين له، ما هو بلياسر أو لفاندرليم، ولكن فاندرليم من الناس اللي صراحة وقفوا ودفعوا ودعموا ياسر الدعم قوي، ولا أنسى الكلمة اللي قالها وهذه دلت على شيء، دلت على صدق وأمانة هذا المدرب اللي هو في حق الأمير تركي بن خالد اللي صراحة له أفضال كثيرة على ياسر وكبيرة ومستحيل أني أنساها ما حيت. تصور أنه قال أنه غامر فيك والآن شوف أنت وين أفضل لاعب في آسيا. مو المغامرة أحيانا تكون حلوة وأحيانا تودي في 60 داهية. ناوي تغامر وتحترف في تشيلسي؟ والله أنا ناوي أنه أبحث عن أي شيء يعني يشرف بلدي ويعكس صورة حسنة يعني بس الاحتراف صعب يا ياسر، الاحتراف الحقيقي الاحتراف صعب، يعني أنت تملك المال الآن من دوع الخشب، تملك الجماهيرية، تملك الشعبية، أفضل لاعب في آسيا، يعني البعض يقول ليش لا يروح يحترف؟ عشان شو؟ أنت ليش بدك تروح تحترف؟ كرة القدم يا أستاذ مصطفى الآن صارت رسالة، نعم. بغض النظر عن 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 مجرد انها هنا نتحدث بالمثاليات يا ياسر صنع، الاحتراف مهنة. لا أبدا، بس أنت في بداية حديثك قلت مغامرة، والمغامرة نعم. زي ما قلت لك أنا أحيانا تكون حلوة وأحيانا تودي. طب أنت أين تتمنى أن تحترف؟ بدي اسم واحد. أنا أولا أنا لازلت الآن أنا الموضوع كله ترى يعني حكي. نعم. صار وكبر، أنا لازلت الآن في نادي الهلال وأنا مفتخر بالأمر هذا، نعم. ولكن أمنية احترافي تكون في الدوري الإنجليزي أولا. نعم. طيب راح نروح لفاصل جديد من الإعلان وأخير، بعده سنتابع الحديث مع الكابتن النجم ياسر القحطاني. خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد.